الشركة العامة لصناعة السيارات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، تقع في مدينة الإسكندرية 50 كيلومتراً إلى الجنوب من بغداد. تأسست الشركة في عام 1976 كشركة متخصصة في إنتاج الشاحنات الإنتاجية والحافلات، وبموجب عقود تعاون مع شركات عالمية متخصصة، منها عقد التعاون الفني مع شركة سافيم الفرنسية لإنتاج الشاحنات، وعقد آخر مع شركة سكاني السويدية لإنتاج الشاحنات أيضاً، وإنتاج الحافلات بالتعاون المشترك مع شركتي سكاني السويدية وإيكاروس الهنغارية المتخصصة بتصنيع أبدان الحافلات المختلفة، حيث استمر عمل الشركة في تخصصها هذا لغاية عام 1991 بعدما أثرت ظروف الحصار في حينه على مستوى الإنتاج وتوقف عقود التعاون مع الشركات المتعاقد معها. وفي عام 2000 بدأت الشركة بالعمل على استعادة موقعها في السوق من خلال إعادة تشغيل مصنع أبدان الحافلات لإنتاج حافلات مختلفة باستخدام شاصيات من شركات متخصصة مثل مرسيدس، إسكانيا، أفيكو، بالإضافة إلى شاحنات بأنواع BMC وSNVI. أنشئ مشروع الصالون لتجميع سيارة الصالون في الشركة عامة صناعة السيارات على مساحة قدرها 35 دونم، طبعا مساحة المشروع فقط، أما بقية المشروع مساحة بحدود 300 دونم، وكلفته بحدود 50 مليار دينار عراقي، وطبعا من تمويل الذاتي للشركة. أنشئ هذا المشروع، المرحلة الأولى لهذا المشروع هو تجميع السيارات بالكامل، مفككة بالكامل، جميع كمية بالمية يتم تجميعها في هذا المصنع الذي هو فخر للصناعة العراقية. وطبعا هذا المصنع في منطقة ساخنة اللي معروفة شمال بابل. وهناك مرحلتين، الثانية والثالثة المشروع هي مرحلة اللحام البودي شوب ومرحلة الصباغة. إذا كملنا هاي المرحلتين إن شاء الله نصل إلى تصنيع 75% من السيارة، وإن شاء الله إحنا جادين وقادمين على هذا العمل بتصنيع سيارة عراقية 100%. هذا أما نرجع للمشروع الأول اللي هو ستجمع السيارات اللي طاقة تصميمية 120 ألف سيارة، وإحنا فخورين بهذا العدد وإن شاء الله قادرين على التصنيع. طبعا يحتاج إلى كوادر كبيرة جدا، سيتم استغلال جميع الطاقات الموجودة في معامل الشركة وهي 7 معامل، سيتم جلب جميع الفائضين من معامل الشركة إلى هذا المشروع لتشغيله، ونحتاج إلى أكثر من 2000 عامل تشغيل لهذه، عامل طبعا ومهندس وفنيين لهذا المشروع، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سيتم التعاقد مع هذه الكوادر لغرض تشغيل المشروع وتشغيله لمدة 24 ساعة. تم مخاطبة الوزارة ومخاطبة الشركات مباشرة، وهي صناعة المغذية للسيارة. احنا نأمل ان من خلال الشهرين او 3 أشهر القادمة ان ندخل في تصنيع اجزاء من هذه السيارة. خاطبنا شركة عامة للبطاريات والشركة العامة لصناعة الاطارات وشركة اخرى تصنيع الاجزاء المطاطية للسيارة، وهناك انفتاح على القطاع الخاص لتصنيع أجزاء كبيرة من السيارة، الكراسي، الرادياترات، الزجاج، وبعض الأجزاء الأخرى من السيارة، حيث تشغيل القطاع العام والخاص للصناعات المغذية لرفع نسبة التصنيع لهذه السيارة. الإنتاج فقط في شركتنا، إنتاج السيارة، أما التسويق فيتم تسويق جميع ما ينتج إلى الشركة العامة لتجارة السيارات التابعة إلى وزارة التجارة في بغداد، ويكون البيع من هناك حصرا من الشركة العامة لتجارة السيارات، ولا يكون بيع أي سيارة صالون من خلال شركتنا،
لأن تم الاتفاق ومن خلال محضر في الأمان العام مجلس الوزراء بأنه يكون إنتاج في الشركة العامة لصناعة السيارات والبيع من قبل الشركة العامة لتجارة السيارات، لكل شركة تؤدي اختصاصها. احنا اختصاصنا الإنتاج، والشركة العامة لتجارة السيارات اختصاصها البيع. طبعا جميع منتجاتنا مع الرقم، ومشكور مجلس الوزراء المقر اللي هو وافقنا على منح السيارة المصنعة والمجمعة في العراق على اللوحة الخاصة بالسيارة. نجحت الشركة في الانتهاء من نصب مكائن ومعدات خطوط الانتاج الاستراتيجية لتجميع سيارات الصالون، ليتم الانتقال من مرحلة تجميع مكونات السيارات النصف مفككة إلى مرحلة تجميع مكونات مفككة بشكل كامل، مما سيشكل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الوطنية. وبافتتاح خطوط الانتاج هذه سيدخل العراق ضمن الدول المجمعة والمصنعة للسيارات، محققا بذلك الحلم الطموح للحكومة والمواطن بصناعة سيارات عراقية. ومن المتوقع أن يوفر هذا المصنع 2000 فرصة عمل مباشرة لشباب الوطن، إلى جانب أكثر من 10,000 فرصة عمل غير مباشرة، كما سيسهم في تحفيز ونشوء مجموعة صناعات تكميلية ستتطور بتطور نشاطه وعمله، كمصنع الزجاج ومصانع العوادم ومصانع البلاستيك والإطارات والبطاريات، إلى جانب أهميته المعنوية باعتباره يشكل مدخلا للصناعات الثقيلة التي تكفل للمجتمع استقلاليته واعتماده على ذاته. وفي العام ذاته تم نقل نشاط تصنيع أبدان الشاحنات من الشركة العامة للصناعة الميكانيكية إلى شركة صناعة السيارات، حيث تم إنشاء معمل الأبدان فيها ليكون متخصصاً ببناء الأبدان بمختلف أنواعها واستخداماتها. وبعد عام 2009 بدأت الشركة بمرحلة جديدة لتوسيع الإنتاج الكمي والنوعي من خلال الدخول في شراكات تصنيعية وعقود تعاون فني مع الشركات المتخصصة في مجالي صناعة سيارات الصالون والعجلات التخصصية المختلفة والشاحنات الثقيلة والمتوسطة والتي تغطي كافة الاحتياجات.
تم التحرك على شركة كيا موتورز ومع شركة هونداي مع شركة رينو ونيسان لتجميع وتصنيع السيارات العراقية. وإن شاء الله في الثلاثة أشهر القادمة سيتم تقدم، سيكون هناك تقدم كبير مع هذه الشركات للبدء في إنتاج مثل هذه السيارات. أملنا بأنه خططنا لثلاث مراحل لتصنيع السيارة. المرحلة الأولى هي تجميع السيارات، المرحلة الثانية هو اللحام، أي هنا تأتي جميع أجزاء مفككة حتى الأبواب، البدن مفكك بالكامل، ويكون اللحام في مقر الشركة عن طريق روبوتات. طبعا اللحام أوتوماتيكي ولا يتدخل به أي إنسان. ويكون المرحلة الثانية هي مرحلة الصباغة. إذا وصلنا هذه المراحل فإحنا نكون وصلنا إلى تصنيع 75% من السيارة في العراق إن شاء الله. الشركة لا تتوقف عند حد، وهذا طموحي شخصيا، بأنه لا تتوقف عند حد، وسوف تستمر التوسعات. هناك مشروع ثاني لتجميع وتصنيع سيارات أخرى، وهناك مشروع تجميع سيارات الباص ال 14 راكب وسيارات البيك اب. هذا المشروع وسوف تكون الإسكندرية ونواة الشركة، فيكون المصنع ومصانع الإسكندرية سوف تكون تنطلق من الإسكندرية إن شاء الله، وسيكون هي قبلة الصناعة العراقية هي الإسكندرية. نبارك للشركة العامة لصناعة السيارات والقطاع لصناعة السيارات في العراق بصدور قرار 222 الصادر على أمانة عامة لمجلس الوزراء، الذي يدعم الصناعة بشكل عام وخصوصا صناعة السيارات في العراق، حيث أن هذا القرار ينص على دعم الشركة العامة لصناعة السيارات بمنح لوحة تسجيل مرورية للسيارات المنتجة والمجمعة داخل الشركة، ومنح إضافات أخرى بإنشاء معامل جديدة لتصنيع السيارات، وكذلك إنشاء صناعات مغذية في مختلف محافظات العراق، حيث يتم إن شاء الله بالمستقبل القريب بناء معامل جديدة خاصة بالصناعات المغذية لصناعة السيارات. كما تعرفون فإن صناعة السيارات تشمل على صناعة الزجاج، صناعة الكهربائيات، صناعات أخرى مغذية. بتسهيل الله إن شاء الله القادم راح يكون في شيء طفرة نوعية بصناعة السيارات بالعراق نتيجة للدعم اللي يقدمه هذا القرار للشركة العامة لصناعة السيارات. طبعا احنا مو بس بمجال سيارات الصالون، لا، عندنا مجال الشاحنات والصناعات الثقيلة أيضا. هذا القرار قدم دعم للشركة العامة لصناعة السيارات من خلال التوجيه لكافة وزارات الدولة ودوائر في العراق بالشراء المباشر من الشركة العامة لصناعة السيارات، حيث أن هذا القرار يوعز إلى كافة هذه الدوائر والمؤسسات باللجوء إلى الشركة العامة لصناعة السيارات. هذا يحفز الكادر في الشركة العامة لصناعة السيارات لتطوير المنتجات وللتعاون مع كبريات الشركات العالمية المختصة بصناعة الشاحنات وصناعة الأبدان لغرض إنتاج آليات تليق بمستوى بلدنا. حقيقة احنا دائما نلجأ إلى الشركات العالمية المعروفة بمجال الشاحنات، من ضمنها شركة رينو، شركة اسكانيا، شركة فولفو، وعندنا أيضا فترة سابقة تعاقدنا مع شراء شاحنات مارسيدس موجودة حاليا عندنا، وحاليا موجود عندنا منتجات كثيرة من قلابات وحوضيات ونقل وقود ونقل ماء، تقدروا تشوفوها إن شاء الله بالمخازن مالتنا. هذا القرار حقيقة
إذا ما طبق من قبل كافة الدوائر لح تشهد الفترة المقبلة فتطور بالصناعة مو فقط بالشركة العامة لصناعة السيارات وإنما بكل مجالات حتى صناعات خلينا نقول الأهالي أيضا هذا يحفزهم للتعاون مع الشركة العامة لصناعة السيارات في سبيل تقديم منتجات تليق بمستوى الصناعة العراقية. الشركة العامة لصناعة السيارات، نحن الآن في معمل تجميع السيارات وهو معمل الأول من نوعه بالعراق. المعمل يتكون من 3 قاعات، القاعة الإنتاجية اللي احنا بها، وكو قاعة يسموها البي بي اس وهي القاعة اللي تحضر بها السيارة لدخول القاعة الإنتاجية، ومخزن لهذا خزن مكونات السيارة. المعمل الطاقة التصميمية مالته 10 سيارات بالساعة، عندنا خطين إنتاجية. حقيقة المعمل يعني مجهز بأجهزة متطورة ومن مناشئ أوروبية. السيارة من بدايتها إلى نهاية المراحل الإنتاجية تخضع إلى مراحل بطاقة عمل وكادر من السيطرة، كادر ممتاز في عمله، مراقبة السيارة بعدة محاور. عندنا 3 مناطق لتجهيز للفحص السيارة. حقيقة طموحنا أن نغذي السوق العراقية، وبالإضافة لتشغيل الهدف من التشغيل باقي الصناعات المغذية من المطاط، إطارات، الأسواق، القطاع الخاص، هذا الهدف من عنده. والحمد لله أشكر بدينا حاليا نحن بإنتاج الدفعة الصفرية اللي هي بسيارات من سيارة إيران خودرو وسيارات الليفان حاليا اللي حاليا تنتج بداخل المعمل. كما وتجدر الإشارة إلى قدرة المعمل على تجهيز سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، آخذاً بعين الاعتبار مسؤولياته تجاه المجتمع العراقي بكل فئاته، إلى جانب جاهزية وأهلية البنى التحتية والمعدات المتوافرة فيه لتصنيع موديلات لشركات سيارات عالمية. كما تهمي شل البصرة، كما تهمي شل البصرة.